نبتدي بكاس العالم ولا الاهلي تحبوا نبتدي؟ زي ما انت عايز. والله لا نبتدي، خلونا في كاس العالم. خلونا يعني نبتدي باللي بيحصل اللي حصل امبارح واللي يعني نبتدي بكاس العالم. شايفين ازاي مبدئيا اليابان وكرواتيا؟ شايفين ازاي اللي حصل؟ اللي حصل هبدا ايه؟ ليتس فيرست طبعا. ليتس فيرست يا محمود فخر اسمها استاد في الكوره بس انا امشي. لا لا انت على راسك هنحتاجك. لا طبعا اليابان وكرواتيا كان ماتش قوي جدا من ناحيه كمان البدنيه. منتخبات اسيا خاصه يعني كوريا واليابان عندهم فيتنس عالي جدا. وامبارح عملوا فرص بصراحه، ضيعوا اكتر من 5 فرص على الجون، وان هم قدروا ان هم يتقدموا، بس كرواتيا لحقت ان هي بعد كده تتعادل الوقت الاضافي، وبعد كده ركلات الترجيح هي للاسف ركلات الترجيح اللي خسرتهم. لكن لو الماتش يعني هم حظهم وحش ان هو ان كرواتيا اتعادلت، لكن اليابان فعلا قدمت مستويات حلوه قوي، الفتنس عالي جدا، فريق منظم جدا. فهو يعني خساره ان هم كوره، انت شايفه ان كوره كانوا يستحقوا ان هم يتاهلوا لدور الثمانيه، بس هو زي ما بيقولي خلاص وصلنا لركلات الترجيح، دي ضربات الحظ. صح، هم ما كانوش موفقين فيها خالص طبعا، وحارس كرواتيا كان متالق يعني سد 3 كور. ف صح، وبالكلام يعني ضربات الترجيح بما انك بتشجع ارجنتين فانت عارف انه ميسي بيضيع ضربات ترجيح. ده العادي. ده العادي.